فما فيش شك ان قضيه التغيرات المناخيه سابت تاثيرات على كل حاجه في حياتنا، وسابت تاثيرات على كل فئات المجتمع وفي القلب منهم الشباب. احنا دلوقتي في العالم بحسب الاحصائيات في 1,800,000,000 شاب عمرهم بيتراوح من 10 سنين ل 24 سنه، ده بيعتبر اكبر جيل للشباب عبر التاريخ. طيب دول ايه متطلباتهم؟ ايه تاثير التغيرات المناخيه عليهم؟ لانه بالتاكيد المستقبل بتاعهم. كل هذه التفاصيل وهذه الاسئله هتجاوبنا عليها الدكتوره امنيه العمراني مبعوث رئيس مؤتمر كاب 27 لاعمال قمه المناخ. صباح الخير عليك. صباح النور. يا اهلا بيك. اهلا بيكي. صباح الخير. صباح الفل. في البدايه عايزين نتكلم عن دور الشباب في التحضير لهذا المؤتمر. احنا اول حاجه كان عندنا اول امبارح من يوم 2 ليوم 4 كان في مؤتمر تغير المناخ للشباب اسمه الكوي او الكونفرنس اوف يوث. المؤتمر ده بيتعمل كل سنه قبل الكوب، السنه دي برده كان في شرم الشيخ. كان في 1,100 شاب وشابه من 149 بلد، قعدنا 3 ايام. دي نسخه 17 منه. دي النسخه 17 بالظبط. كان في حاجتين مهمين. اول حاجه كان في ورش عمل لتمكين الشباب مش بس على قضيه تغير المناخ والقضايا المختلفه اللي ليها علاقه بيها، بس برضو على فهم المفاوضات ازاي ممكن يعني طلبات الشباب ممكن تبقى جزء من المفاوضات، ونعرف ازاي نشتغل في الاسبوعين دول مع صناع القرار. تاني حاجه ان احنا بعد الثلاث ايام دول كان في حاجه اسمها دستور الشباب العالمي الجلوبال يوث ستيتمنت، وده قدمناه ساعتها لرئاسه المؤتمر المصريه للكوب 27 علشان رئيس المؤتمر يعرف المفاوضين يدخلوا الطلبات دي جوه عشان نعرف يبقى في خطوات فعاله للاوتكم بتاع الكوب. طريقه طرح الافكار دي للشباب داخل الجلسات، وانتوا بتقولوا من يوم 2 ليوم 4 كنتوا يعني منعقدين تقريبا كل الشباب المشاركه في مؤتمر المناخ كوب 27، طريقه الطرح الخاصه لانه القضايا دي شويه قضايا معقده برضو، فازاي ان احنا عايزين نصنع وعي بيئي لهذه الاجيال لانه هي الاجيال الاكثر حقا يعني في انها تحافظ على البيئه. احنا كان في حاجه حلوه في المؤتمر ان كان متقسم نصين، نص الجلسات وورش العمل، والنص الثاني كان فيه كل المنظمات المصريه الشبابيه جالهم الفرصه ان هم يعرضوا الشغل بتاعهم زي مثلا اكتس اللي هم اكتس سستينبل انفايرن اكس، كان فيه بان لاستيك بتوع مصر. دول بيقدموا حلول بيئيه مستدامه بالظبط. وكان في حاجه مهمه قوي، كان في الكارافان كان اللي هو اتعمل مع اليونيسف ووزاره الشباب. الكارافان ده مشي في 27 محافظه في مصر، فكل محافظه كان بيقف كان بيعمل توعيه ونشر المواضيع والحلول لتغير المناخ، وكان في نفس الوقت بيعمل استبيان في كل محافظه عشان يسمع ايه الحلول الشباب والاطفال بيعملوها لتغير المناخ. الكارافان ده موجود برده في الكوب، هيبقى موجود في المنطقه الخضراء علشان يوري كل حلول الشباب في 26 محافظة طرحوها. عظيم جدا. طيب واحنا بنتكلم عن وعي الناس وتحديدا طبعا وعي الشباب، عايز اعرف منك درجة وعي الشباب المصري بقضية التغيرات المناخية. طبعا الكوب كان يعني لحظة حلوة قوي ان كل الشباب كانت متحمسة، مش متحمسة بس انها تفهم او تنشر الوعي مع المجموعات الشبابية او في الجامعات او في المدارس، كانت متحمسة بالحلول بتاعتها. عندها افكار كمان. بالظبط. والافكار دي كمان حصل ان كان في مبادره اسمها المبادره الذكيه الخضراء على مستوى المحافظات. الشباب الوطنيه للمشروعات الخضراء. بالظبط. الشباب وجميع القطاعات شاركوا ب 6,800 مشروع، واحنا اشتغلنا على تصفيه المشروعات دي بقوا 167، وبعد ما كانوا 167 بقوا 18 دول هيبقوا موجودين في الكوب كل يوم من اول يوم من اول يوم 6 ليوم 10، هيبقى فيه نص ساعه في اليوم حد من صناع المشاريع دي او المقترحين ليها هيقدم فكره المشروع بتاعه في الكلايمت انوفيشن زون. ودي فرصه عظيمه انه يصل صوت الشباب ويكونوا كمان مساعدين لصناع القرار في شيء مهم زي مساله التغيرات المناخيه. نعود ونستكمل الحديث معك امنيه العمراني. شكرا لك يا محمد. نعود لضيفتنا استاذه امنيه العمراني، وكنا بنتكلم عن المجتمع الخاص بالشباب سواء المصري او العالمي، والى اي مدى الشباب قادره انها تقدم حلول جذريه يعني تحدث الفارق وتكون نقطه تحول في كوب 27. الفكره ان احنا كشباب احنا اكتر فئه عمريه بتتاثر بالتغيرات المناخيه، عشان كده احنا بيبقى عندنا العزيمه وعندنا الاصرار وعندنا الابتكار ان احنا نواجه قضيه تغير المناخ
من الحلول المبتكرة بتاعتنا، يا إلا مثلا حاجات بتركز أكتر على التكيف للتغيرات المناخية أو تخفيف انبعاثات الكربون. وفي الفترة اللي فاتت اللي قبل الكوب والتحضيرات ليها احنا شفنا الحلول دي بطريقة رهيبة. في زي منصة احنا عملناها مع وزارة الشباب اسمها اليوث كوب، وفي المنصة دي ساعتها سألنا الشباب ان هم ممكن يحكولنا عن قصص النجاح بتاعتهم عن التغيرات المناخية وازاي اشتغلوا، وكل واحد يحكي قصته. احنا فتحنا للمنصة دي اسبوعين بالضبط، جالنا 146 قصة كلها من فئة العمرية الشبابية. ومن دلوقتي من اسبوع بالضبط لحد الكوب كنا بننشر كل يوم ما بين 5 ل10 قصص. القصص عشان الناس تشوف في قصص حلوة قوي يعني. منهم كانت بنت عندها 11 سنة عندها المنصة الإلكترونية بتاعتها بتبيع للأطفال لعب أطفال بس معمولة من 100% قطن أو 100% خشب، عشان اللعب دي صديقة للبيئة، عشان تنشر الوعي في الأطفال إن هم يشتروا الألعاب دي بدل الألعاب البلاستيك. دي مكاسب من نواحي متعددة. بالظبط بالظبط. في مثلا فئة عمرية أكبر شوية، بنت برضو عندها 18 سنة عندها شركة بتاعتها بتركب لوح اللي هي السولار بانلز علشان برضو تشجع الكوميونيتيز يعني المهددة انها تعرف توفر الطاقة والكوست بتاعتها. فانا هشجع الناس انها تفتح المنصة دي تشوف بنفسها. واحنا كمان يوم 10/11 ده يوم الشباب والاجيال القادمة، ده على احنا شغالين عليه مع رئاسة المؤتمر الاطراف المصرية مع الامم المتحدة واليونجو اللي هو اليوث كونستيتوينسي، وعاملين من الساعة 3-4 الساعة دي محددة للشباب المصرية ان هم يحكوا لنا عن قصص النجاح بتاعتهم. ده ضمن فعاليات الكوب 27. بالظبط، ده ضمن اليوم الموضوعي لرئاسة المؤتمر المصري. هنعود ونستكمل الحديث معاك دكتور أمنية العمراني، لكن نروح مع حضراتكم دلوقتي لفاصل ونرجع بعده نكمل الكلام. خليكم مستنيين.